Salut tout le monde. Dans cette séquence passerelle, nous révisons ce que nous avons vu l'année passée et nous aurons une idée de ce que nous allons apprendre au cours de cette année. Faisons un petit rappel sur le programme du deuxième année. Alors, d'abord, je commence par qu'est-ce qu'un texte narratif? Ou bien, quels sont les genres des textes narratifs? Premièrement, on a des récits imaginaires et nous avons des récits réels. Il y a des imaginaires, il y a des réels, fictifs ou réels, waqi'iya. Alors, on a l'année qui fait la deuxième متوسط, où on a les récits imaginaires. قرينا لو كونت هنا لازم نعرف لكم نعطيكم نظره بسيطه ولا مراجعه خفيفه على لو كونت لو كونت est un récit généralement bref qui relate des faits imaginaires à titre d'exemple عندكم هنا à titre d'exemple la vache et le chien un bûcheron honnête, le petit garçon et la sorcière, la fille du pêcheur. Alors, on a l'qissa, هي تتناول أحداث خيالية. كأمثلة عندكم هنا الأمثلة. في المحور الثاني ولا المشروع الثاني شفنا la légende. La légende يعني الأسطورة. La légende est un récit fictif. À la différence d'un conte, est lié à un élément précis, lieu, objet, personnage, historique. Elle est basée sur des faits incertains, mais qui pourraient s'être produits. يعني الأسطورة تشبه القصة فقط تختلف لأنها ترتبط الأحداث تاعها خيالية ولكن ترتبط بأماكن وشخصية تاريخية أيضا أو بأشياء موجودة في الواقع عندنا أمثلة عندنا لا ليجوند دو سيدي محمد الغراب هذه القصة ولا هذه الأسطورة راني ترجمتها لكم العام اللي فات باللغة العربية تقدروا ترجعوا لها deuxième, Ain Bint Sultan de Mascara. On a la légende du Sahara. On a la légende de Yennaïr. Hadik Amthila. Kain Wahdokhren. Tkadru ta'awdu tarajouhom. Bon, on a troisièmement, Nour Thalith li huwa min les récits imaginaires. Huma la fable. La fable yani al-khurafa. نعطيكم تعريف لا فابل est un court récit هو يجي قصة قصيرة en vers ou en prose يعني على شكل أبيات شعرية أو نص نثري qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie et la fable se caractérise souvent par un récit fictif de composition naïve et allégorique mettant en scène des animaux qui parlent, des êtres humains ou d'autres entités à l'aspect animal mais personnifié. يعني لا فابل الخرافة هذه هي عبارة عن قصة قصيرة على شكل أبيات شعرية أو نثر وتكون بطريقة أو تلقى بطريقة ممتعة نستلهم منها درس وهي خيالية ذات أو خيالية وساذجة واستعارية على الشكل تأتي على شكل حيوانات ناطقة أو أشياء أو كائنات أخرى لكنها مجسدة عندنا تيتر ديكزومبل عندنا لان اي لو شيان لان اي لو شيان الحمار والكلب تاع ابن المقفع عندنا لي سورين اي لو شاردونري دو جان بيير كلاري دو فلوريان Et le maître ailé et le scorpion. Fable d'Orient. Hadi b'nisba l'al'am li fat. Yani en 2019 et en 2020. Hada wa chfna. Donc, on chouf
بون عندنا الملف الثالث لو بروجي الثالث هذاك ما قريتوش مي انا حطيته لكم في القناة. نروحوا العام هذا مش رايحين ندرسوا، رايحين ندرسوا او ميم طون لي تكست ناراتيف، يعني من الاول للاخر دي تكست ناراتيف بصح دي ريسي ريال، يعني احداث حقيقيه او واقعيه. من هذه الانواع عندنا لو في ديفير، ودرت لكم على لا بريف، تقدروا ترجعوا لا بريف تشوفوا واش معناها. عندنا في ديفير اكزومبل ا تيتر دي اكزومبل نوفراج دو كوستا كونكورديا، عندكم لا فيديو تاعها، انسوندي بري دو لا رو دي دوش موراد، هادو كامثله. عندنا ثاني دوزيامون لو ريسي هيستوريك، يعني القصه التاريخيه. القصة التاريخية من العنوان نفهمه باللي القصة رايحة تحكى من التاريخ، سواء تاريخ وطني أو عالمي، المهم مأخوذة من التاريخ. ان ريسي هيستوريك. عندنا في الكتاب عندنا ان ايبيسود دو لا ريفولوسيون، ان ايبيسود دو لا ريفولوسيون الجيريان دون لا ريجيون داوكاس، وعندنا ليبرتي. في اخر الكتاب عندنا بيوغرافي ولا لوتوبيوغرافي، تقريبا عندها نفس المعنى اللي هي تخص بالسيره الذاتيه. لا بيوغرافي، في لا بيوغرافي هذه دون لا بيوغرافي لوتور شوازي سول سون سوجي اون دهور دو لوي ميم، شيرش سي تيموان سا دوكيومونطاسيون اي ريديج. يعني هنايا الكاتب رايح يختار على من يكتب، يبحث على المعلومات ويبحث على شهود عاين الى اخره، هو يكتب. بالنسبه للاوتوبيوغرافي هنايا تختلف، دون لوتوبيوغرافي لوتور سو شوازي لوي ميم كوم سوجي اي سون بروبر تيموان سيليكسيون سا دوكيومونطاسيون اي ريديج. يعني هنايا الكاتب راح يتكلم على نفسه، راح يحكي على نفسه، يختار المواضيع اللي يحب يكتب فيها ويكتب.